Come back again. ليه مستارد؟ مش كل نيم تبقى نيم، يعني مش كل اسم هسمي اسم. خلي بالك، بص معايا مجموعة التراكيب اللي جاية اللي بتيجي مع كلمة نيم أو نيمز. نمبر 1، أول حاجة فور نيم. فور نيم ده الاسم الأولاني بتاع حضرتك. سير نيم، سير نيم ده اسم العيلة. العيلة يعني عيلة المشد مثلا، عيلة الدبش مثلا، عيلة البطش مثلا، وهكذا. أما بقى حضرتك بين نيم ده الاسم اللي حضرتك بتستخدمه على الفيس، مش الحقيقة تجنبا انك انت تقول حضرتك الاسم الحقيقي لسيادة. ولو قلت بقى سيبك من بين نيم، لو قلنا نيك نيم، نيك نيم يا جماعة معناه الاسم الشائع عنك، مش الاسم الحقيقي بتاعك بس المتداول المعروف اللي الناس ايه بتنادي لك بيه، يعني بعيد عن الاسم الحقيقي، يعني ايه اللي يعني من المعامله ادوا لك الاسم ده. اتس اوكي، يبقى مش كل نيم تبقى نيم. At the end of our video I hope to understand everything I have just said. See you later. Goodbye everybody.